انا عايز اعتقد ان بقى هو باع الشاهد اعتزالي يعني. عيان اهو، ايه اللي حصل في موضوع امام اصلا؟ لا هو كان بيعمل دبل كيك بس يعني خانوا التقدير فوقع على دماغه جامد انا اتكلمت مع امام قال لي انا يعني. فقدت الوعي قبل ما اقع على الارض. دول يعني ستر ربنا وتدخل دكتور ابو العلا السريع، لان طبعا دكتور ابو العلا متعود على الحته دي، فالاجراءات كلها تمت مع بعض يعني. انت ممكن تروح الاول تبص على اللاعب، بعد كده تشوف يا جماعه هي الاسعاف موجوده ولا لا، بعد كده تشوف جهاز الاي دي فين. فالدكتور ابو العلا دايما زي ما بقول لك، كل ما الناس بتكون محترفه كل ما بتبقى جاهزه لكل السيناريوهات. فانت دكتور ابو العلا في السبرنت على امام كان بيتشرح له ايه اللي حاصل، فهو كان بيعمل فيرست ايد وبيوطه بالاسعاف تفتح الملعب عشان تخش، كان كله بيتم في لحظه يعني. انا اعتقد امام بعد الوقعه 3 دقائق كانت العربيه متحركه بيه، فاهم؟ فسرعه الاجراءات دي برضو، لان الموضوع كان يخض جامد. وطبعا كابتن فيتوريا وقف التمرين اصلا، لان احنا ده كان الجنب، كان المجموعه اللي بتعمل ريكفري. التمرين الاساسي كان في النص الثاني من الملعب، كان بعيد، فمن اللمه بتاعتنا الكابتن وقف الملعب، كل الفرقه جت، وامام طلع على المستشفى. طبعا احنا كنا مرعوبين يعني، لان المنظر ما كانش، ما تقدرش تتوقع ايه اللي حصل بالظبط يعني. فصل، هو فصل خالص. لما اتكلمت انا مع امام قال لي انا هلعب يعني هلعب، مفيش حاجه اسمها 6 ايام. كان هيموت ويلعب يا ابني، افهم ده لازم بروتوكول، لا ده غلط، محدش هيلعبك. لا وانتوا برضو كنتوا من ضمن الاسباب، لا مش هيلعب خلاص، خدتوا القرار. انا عايز اقول لك، هو احنا كان موقف من المواقف المضحكه جدا، هو عايز يقنعني ان هو كويس، فهو عارفني طبعا، عارف اسمي كويس، بيقول يا دكتور عمرو انا بقيت كويس قوي. قلت له لا، ما بعد عمرو دي مالكش ماتشات تاني. هو قال لي انا دماغي بتلق. هو دماغه بتلق. هو عارف انت، بنيجي نعمل حاجات خفيفه خالص، باسنج وحاجات خفيفه كده عشان بس السنس ونشوف هو مدى تركيزه. فبيقول لي انا دكتور عمرو بس انا كويس جدا، حاسس بس ان دماغي بتلق. قلت له لا دكتور عمرو، يبقى انت مالكش لعبه بقى. هو الخبطه كانت مقصره عليه. من اللعيبه الرجاله، من اللعيبه اللي بتغل دايما في الملعب كده، ما بيحبش يخسر خالص، دي حقيقه، ما بيستسهلش اللعب يعني.